كنا بنتكلم مع حضراتكم من شوية عن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والزكية. تم امبارح اختيار قرية فارس بمركز كوموبو في أسوان عشان تكون أول قرية مصرية صديقة للبيئة. حصلت على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء. القرية دي هي ضمن قرى حياة كريمة وتم فيها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء اللي بتحافظ على البيئة وجودة الحياة. قرية فارس بمركز كوموبو بمحافظة أسوان إحدى مشروعات مبادرة حياة كريمة، حصلت على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء وأصبحت أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة. وتعتبر قرية فارس مجتمعاً ريفياً به العديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة في ظل خلوها من الانبعاثات الكربونية والأسباب التي تؤدي إلى التلوث البيئي، كما أنها تطبق أفضل ممارسات معايير المجلس الدولي للمباني الخضراء. وخلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكريم أصحاب المشروعات المتأهلة في المبادرة سفراء المحافظات، كما كرم رئيس الوزراء أصحاب المشروعات 18 الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الستة للمبادرة، والتي تميزت في كونها تسهم في تصميم وتنفيذ الحلول المناخية في القطاعات المستهدفة. كذلك كرم رئيس الوزراء الحاصلين على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية فارس بأسوان.